تحكي. بدك كوبين رز مصري للكوسية، الكوسية صحيح بسم الله ما شاء الله بس حبة صغيرة ما بياخذ رز كثير يعني، حوجك يمكن يضل حبة ما أنا مشكلة، بس كوبين بكفوا خير الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله هي الحبة وقتها ليك. يعني يا مرت عمي الكوسيات إذا كانوا كبار بياخذوا رز أكثر؟ أكيد. أها. كلنا بنعرف على طول عموما من حين ما كنا يعني عند دار أمي وأمك وستك بنقل كوسية صغيرة للبن، سبحان الله. وماشيين على هالطريقة، كل كوسية صغيرة هي هذا لللبن. صحيح. هذا لللبن. الأصغر منها هيدي مثل هاي للقبلمة. هن بيسموه شكل محشي، بيسموه ما بعرف شو، بس هذا نحن بنعمله قبلمة. بس والله طيب القبلمة. كثير طيبة. كثير أنا بحبها. عموما الكوسة كلها طيبة. إيه والله. مع الباذنجان. ياه المسقعة. المسقعة. مخلوطة بالخينة. بتحس المسقعة أكلة صيفية. إيه هلا وراح بقى. بدنا نعمل بقى مسقعة. إن شاء الله. إن شاء الله. هلا لكي ليلى صار طيب البابا غنوج المشوي، صار طيب الشيخ المحشي باللبن. الأكلات طيب الباردة. أيوة صحيح. الششبرات، الكوسة بلبن، كله طيب. ايوه نحن اليوم هو نعمل كوسه لك وورنين هلا بستنى لكن انت حطي حد اصبعتك الصغيره شوفوا قد ايه حبه الكوسه صغيره لك قد اصبع صغير عن جد يعني ما بتلاقي وحده اكبر منها بشوي يعني هذا خاص نص لللبن خاصه اهلنا بالخليج وبالدول يلي ما بيعملوا فيها هي الاكلات يا مرت عمي نعم. لما نحن منفسر لهم بينبسطوا لانه هن ما بدهم الطريقه المضبوطه من الناس اللي بيوثقوا فيهم 100% ليكي ليلى انا مجربه كل كيلو كوسه الكيت الكوسية هالقد ولا كيت الكوسية هالقد بدي الكيلو الكوسة الهيدا كباية عصير ما هي المادة عصير اللي بضيفوا فيها للناس كباية العصير رز مصري أنا بحط رز مصري للمحاشي عموما صحيح أما الكباية الكوسة الأكبر تبع البندورة بده كل كيلو بكيلو ما في كل حلو. كيلو كوسة كباية رز هيدي كل عم أقول شو كيلو كل كيلو كوسة للبندورة بده وحدة من هيدي لدبس البندورة كل كيلو كوسة كباية ماء كباية رز أيوة كباية رز وللكوسة بلبن كل كيلو كوسة كباية العصير تاني الأصغر أيوة الأصغر من هيدي فهمت عليك يعني ما بياكل رز كتير هلا أنا شو بحشي بها نص 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 أنت وماشي وبالبندورة كمان نص كمان نص 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 بس ليش هيديك بتاخذ أكثر؟ لأنه كبيرة لأنه حجم الكوسية أيوة. كبيرة زعل منك ها هلا منغسل كبايتين رز منغسله منصوله حطيه شوية سمنة بالمقلة اعملي معه قد ايه بحط سمنة؟ عمو حبيبتي أنا ما باكل كوسة بلا سمنة أنا ما بدي أعمل عيطة على راس السطح أنا يا محاشي ما باكلها بلا سمنة أنا بوجودك بعملها مثل بعض عالم تعملها بلا سمنة أنا بوجودك بعملها على ذوقك عمو حبيبتي أنت أنا بدي إنك تقولي بالكومنتات إنه هن بيحطوا سمنة مع المحاشي ولا لا كله حيكون معك أنت أنا متأكدة من هالشيء بس أنا بس أنا ببيتي مثلا لحالي لعائلتي لما ما بيكون عندي حدا بعملها أنا بلحمة الغنم بس ما بحط لها سمنة حتى لو كان عمو حبيبتي أنت هذا رز هذا رز لابد ليلى إذا بتحطي لي شو هي اللي خروف بدك متسمي أنا لما بتكون ست الحبايب عندي بدي أمشي على رأيها بدي أمشي على ذوقها حبيبتي بدك تحكي تاكل اللقمة طيبة ماشي ماشي أمرك أمرك حبيبتي هلا قدام نحط سمنة ونص نبرة قبل اسمه مليون يلا عم بس ما نحط السمنة قبل اوعى تجرح ايديك عن جد هولي ما بعرف بتجرحوها بسم الله الرحمن الرحيم حسبتي بتقولي لي او الكوسه بلا سمنه حطي اذا سمنه طبيعيه ايه الله يساعدني بس ما السمنه الهيدا اكيد اكيد طبيعي بسم الله بسم الله ايه انا مشان يعرفوا هي ايه ايه ايه. للخمسة كيلو كوسه ايه. حطي حطي هلقات. حطي اسا حطي عمو حطي حبيبتي انت صور لهلا معك بس بس خلص هلا نجيب السنوبر جيب السنوبر يلا بدي تسحط المعلقه يلا قولي يا رب انا بفضل هاي الثانيه انا رايي شيليها بالمره كان انا بشيلها بالمره اكيد هلا شيلها هي هلا رح شيلها بهي تعول العلب لانه بتجرح لك صوابعك لا جيب السنوبر يلا السنوبر انا حطيته بالبرد السنوبر لانه الكوسه بلبن ما بيتاكل بلا السنوبر طيب والله. طيب شنو بقى؟ اي والله كمنظر كطعمي طيب اي والله لكن ماما لو خمس حبات لو ست حبات لو عشرة لو بكل كوسية لو بكل كوسية حبة مظبوط انا هذا برأيي كنا عم نحكي عن السنوبر قبل شوي حبايب قلبي ما بعرف ليش صاير كل حدا عم ببيع السنوبر على كيفه عن جد يا مرت عمي والله أنا كل حدا عم ببيعه على كيفه للسنوبر بهالايام بسم الله الرحمن الرحيم ما بعرف انا الكيلو عندكم ببلاش حط مرت عمي بسم الله الرحمن الرحيم
عمو حبيبتي. الصنوبر تقديري. تقديري ما نعرف. يعني ما معلقتين من هيدي. تقريبا كمشة. ايه معلقتين من هيدي. فاكتبوا لي قد ايه سعر كيلو الصنوبر عندكم؟ نحن عندنا ناس بتبيعه ب 39 دولار، ناس بتبيعه ب 50 دولار، ناس ب 45 دولار، ناس 55 دولار. عمو حبيبتي على فكرة وهو صنوبر هو هو صح بس ايه بس ليكي ليلى أنا شفت هون بالبلد نوعين صنوبر. شفت نوعين أنا نوع حبته طويلة هيك، نوع الثاني حبته مدعبة ما عجبني الحبة المدعبة أبدا. هذا بلدي هذا قطي هذا البلد صح. قلت له قد ايه؟ قال لي ب 50. قلت له قد ايه؟ قلت له والله حرام 50. قال لي حجي هذا جاي من برا مستورد، نحن ما عندنا صنوبر. نعم ذاكرة لما كنتي بتركيا جبتي لنا صنوبر التركي؟ ايه لو تعرفوا حجمه هالقد قد اللوزة قلت له حبة لعبة بتحسي فيها انتوا عم تاكليها صح صح بس صنوبر معطي قطي 100%. انت شو رأيك؟ انا كل اللي بيقولوا صنوبر قالوا لي صنوبر معطي. هنقول لك صح نحن لبنان لبنان بلا قلت لهم لبنان ما تعالي بكفوا الصنوبرات ولا اسمها بدي يا عمو خير الله سلم بيتك جيب اللحمه تعملي معه يلا اللحمه جاي من عند ابو علي ديريكت دغري ديريكت على الطبخه دغري 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 اي والله مرت عمي الله يطول بعمرها هي وجاي جايبت لنا مع اللحمه بسم الله الرحمن الرحيم كل مره بتجي لعندي انا بقول لها مرت عمي اسلق اللحمه من عندي طريقك زفير يا مرتعم طريقك وهي بتصير قد بيض عنده مرتعم الطريق ليش؟ لا انا بحب اللحمه الطازه طازه ايه صحيح يلا مرتعم تحطهم هذا حطهم هون عم يعملوا حطي بس لا من الرز عن جد؟ يي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 
كنت رح احطه فوق الصنوبر الله بس ما حدا عم نعمل قبلها ما عم نحشي لحم الدبه او في كبه مشويه لكن اللحمه فوق الرز يا جماعه اكيد اكيد بسم الله قد ايه لحمه وقد ايه رز؟ هدول نص كيلو لحمه 500 جرام لحمه نعم هلا بترشي رشة ملح يا شاطرة وسبع بهارات يلا خليني ارجع بقية اللحمة على البراد اليوم انا حبي اترك حبايب قلبي لايف معنا فرشة سبع بهار وملح يلا عمو يلا وين السبع بهار؟ السبع بهار هذا السبع بهار وين الملح؟ هذا الملح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يلا بس نحن بنحط سبع بهار وملح سمي بسم الله عمو بسم الله يعني قدر ملعقة اكل بس جيني ايه بس يعني. ايدك صايره ميزان على الخبره لك عم بسم الله ما شاء الله قد ايه ملح؟ حطي ملح عمو حبيبي ملح عندي ست مطبخ عم تطبخي ست بيت الملح حسب الرغبه حسب الرغبه انا دائما بقول في تركات صغيره انا لما بسكرها حبايب قلبي بسكرها مشان البنوتات الحلوين اللي عم تحضرنا العروس يلي ما لها شيء مزوجه وعبالها تعرف هول لو وين بتضلك هدول يا صبيه يا حلوه؟ اين اني ما بتعرف هدول يا حبيبتي انت بسنوبرات وين بتضلهم؟ هون فوق هون ولا هونيك على المجلى على المجلى لكن لنروح على المجلى ونشوف مرت عمي كيف بتدلق السمنه فوق الرز واللحمه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن صار الله ذهبي بشكل بسم الله الرحمن الرحيم والله لطيف لي كوسه بلبن ما انت اكلتي في تاريخ عمري لك شيء طبيعي بسم الله الرحمن الرحيم اكلته هي اللي اغسطه مرت عمي شو بدك بالسمنه كله في سبيل السمنه ما دخلني واسلوبه حياتك بسم الله الرحمن الرحيم بعطيك المعلقه مشان ما تحترقي بسم الله الرحمن الرحيم لا ملعقه ما بتحرك هيديك المعلقه مرت عمي في معلقه هون هي يعني قصدك ما بحسها بتحرك لا ما هي الحديد حديد هلا حطيته هون بس بحس ما بيأثر ما بيأثر بحسها ما بتحركهم ليلى بسم الله مشان ما تحترق ايدك لا سمح الله بسم الله الرحمن الرحيم لك الله يسلم ايديك يا حجه ام محمد شو مزقه شو شاطره بقلها رواق بقلها مدح نفسه لا ما بتجرب لكو ايديها لرواق الله يسامحها الله يسامحها الله يسامحها وين بدها تروح وين بدها تروح يلا حياتي والله لا تترحم علي ولا تبقى علي دم الله يطول لي عمرك ها خطير انا يا لطيف ليش؟ انا ضلني صبيه ايه اكيد اكيد الله يطول باعمارنا جميعا واعمار السامعين جنب الحال اعمارنا جميعا
ما احلاني وروحوا انا صبيه لا عذالي خطير اسعمها المستانسي نشوف التجارب الله يطول بعمركم شفتي اولادكم ورجالكم واهاليكم يا رب يا كريم يا رب يا رب يا رب يبعث لكل شيء بده رب العالمين لا يحرم ولا حرم امين ربي انت جاهي يا رب تبعث لكل ولد مشتهيت الام تبعث له يا الله من تمك لابواب السماء يا رب تشفي كل مريض قد ما بيجيني كومنتات يا ليلى يا حج ادعي لنا الله لا يحرم ولا حدا هيدي ابنها ما ميسر امره الله ييسر لها امره يا رب يا كريم هيدي بنتها على ابواب زواج الله يجعلنا زوج الصالح انا بنصحها ما تتجوز يا لطيف هي نصيحه ام الروح بدها كل العالم بدها كل العالم مثل ام الروح ما لها علاقه هيدي يا عم حبيبتي في احلى من الحريه انا بشرطك ام الرور رح يطلع مين بالكومنتات ورح يطلعوا كتار حيقولوا لك معك حق اكيد اقول لك هيك اولاد اي والله 90 ماما حيقولوا معك حق 90% حيقولوا لي معك مع انه هن بيكونوا مزوجين مزبوط بس بيحسدوا اللي منهم مزوجين يا امي يا عيوني هي سنه الحياه هيدي سنه الحياه الله سبحانه وتعالى كون هالكون هيك بس حلوه ناس بتخلق ناس بتموت الله يرحم الاموات بس حلوه اللي بيرتي ماما هلا انت يمكن الحريه انت مرتاح لانك عايشه عند امك امك مريحتك مقعدتك ست مستتتك معلومه ما حد تحبي غيرها هدول البنات رح نحطهم لانه موجودين هدول شغل ديات ام اللول اي والله ليلوشه الله يسلم ايدك يا ليلوشه قلتي صاير مودو افندي يقول لي ليلوشه يا ليلوشه اي والله بسم الله الرحمن الرحيم دار لبنات اللي جايين عمو حبيبتي بدها ما لعت نشا اذا بتيجي نشا نشا بعد امرك وفيهم يحطوا بيضه اذا ما بدهم نشا مثل ما بدهم انا بحط بيض ما عندي مانع وما بتزنخ ابدا ايه ابدا 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 فيها شويه مي رورو يلا يلا بسم الله الرحمن لبن بقي وين يا شاطره هيته بالطنجره مرت عمي نعم بدك لبن ماما حبيبتي هلا انا عم نظريني يعني الخمسة كيلو كوسه قد ايه بده لبن على طول؟ لانه صغار بحط لهم كليان ونص لبن اه بس ما بياخذوا كثير والله لا نشوف قد ايه حتحط مرت عمي لانه لبن بده مي لبن البيت بحطوا له مي بسم الله ما شاء الله بقى بيغزى العين بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن هولي في وحده غامقه يا رولو لبن للبن هولي يلي بالطنجره الثانيه يا مرت عمي الستانلس بيطلعوا تقريبا 4 كيلو هلا بشوف انا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يغزى العين بسم الله الرحمن الرحيم هلا بس تخلصي ذوقيهم بسم الله الرحمن الرحيم قطر قطر على كيف كيوفك يا مرت عمي طبعا انا ما روبتهم بهديك الطنجره الصغيره روبتهم بالطنجره الستانلس الكبيره يعني عم قول مفضيه ومفضيتهم لانه الكبيره بعوزه بطبخ فيها صح. ما فيك تستغني عنها كلامك صح ايه فشو بعمل اللي بفضلك ام الرور ناطره دوري يا عمري يا عمري اي خلص يغزى العين دقي يا رواق واعطيني رايك ما شاء الله بشهوه يغزى العين بسم الله ما شاء الله بيقولوا يا مرت عمي لازم كل يوم كل يوم الانسان يا ياكل لبن يا ياكل خل كثير منيح للجهاز الهضمي وليلي معهم مشاكل بالكولون تصديقا لكلامك عمو حبيبتي كلامك صح 100% لما كنت البيزي بالعالي اول قالت لي التكميلي تقولي او متوسط هن المعلمات بالمدرسه كلها يبعتونا عند البياع في بياع البان واجبان انا بعد المدرسه صدقي جيب لهم لبن بالكاسات الصغيره شفتي؟ وحياة الله يا ليلى انا احكي انا وفيتي يا عمي هيدي كلها بدها كاسه لبن قالوا لي قال كثير منيح كثير منيح ما بنسى وحياة الله يا ليلى كلهم هيك ما يتروقوا ياكلوا كاسه لبن وحياة الله يا ليلى ذكرتيني والله هلين. لازم تدخل بنظامنا الغذائي لو شو ما يكون يا ليلى والله كيف ايام رزق الله على هذيك الايام اي والله بسم الله الرحمن الرحيم هلا ما بحط شيء ابدا لحتى يخلي اللبن يصير سائل هيدي نقطه مهمه ليكي هون كيف هو انتبهوا هذا لبن ليكي يغزى العين شقف ربتي هذا ليكي ها بدي سيغه لحتى يصير سائل طب مرت عمي بدك اضربه بالبلندر عم حبيبتي ما في لزوم ما في داعي هلا هي اللي بتريح على حالها فيها تضربه بالبلندر او هذا المكسر العصاية تحطه بقلب الطنجره اللي بتطحن الشوربه بما انه هذا بسم الله ما شاء الله الشيط خارج هالطنجر هذا تمام سيليكون صح ما بيجرح الطنجره أبداً. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما بيطلعوا كل يوم بسم الله ايه ما شاء الله الكوسيات 5 كيلو ايه بدهم لبن عمو حبيبتي اذا بدهم مي ام الرور ما قلتي لي شو رايك باللبن؟ بدي اتخلص راحت غطت ام الرور انا بتجي بتقول لي عبي لي وحده ثانيه بس ما صرت عمل يا ريتني فيني صور لكم رواق كيف عم تتفتل هي وعم تاكل هي مبسوطه باللبنات
عمو حبيبتي انت شيلي لبن لكن هالقد لبن. ايه شايفين يعني هاي الطنجره الكبيره انا عندي هي بتسع 5 كيلو او 6 كيلو كوسه. صح تقريبا ثلثها مرت عم نحط تحت نصها شوي هسا بنعدها مي هيدا انتبهي شفتي بقى في دعوبي شفتي بقى في تكتله صحة وألف عافية صحة رورو بدي صحة نحط الكبكيلي عليا شو يا رورو الحلو فيهم انهم حلوين ايه صح ما نحن طيب هذا اللبن الطيب بيكون حلو والله يا مرت عمي انا بقول لهم بالشتوية او بالطقس الربيعي بيكون اللبن الحليب بأحلى ايامه ايه بتحسي بتاخدي منه خير كتير صحيح ان كان بدك تعملي جبنه او شانكليش او لبنه كتير بتاخدي منه خير صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم ايه مع طعمه هيدي الطنجره اللي كان فيها اللبن قدر لبن حطيت هيدي بدي احطت فيها مي كبيتين مي يعني شايفين حبيب قلبي كبيتين مي يا شاطر ما بعرف اذا مبين حطي ملعقه نشا مطبخه جبل جبل ليلى بقلب المي بس 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 سمي بسم الله شاطره الله معك رايحة أنا أيوه خطر معي كلمة يا رب أمي سميتك مطيعة مطيعة كان لازم يسميني مطيعة أنا كنت تنزل معنا في السماء هلا نزل الكاميرا مشان بسم الله الرحمن الرحيم شعلي الغاز حبيبي شعلي اعملي معروف الغاز ليش ما تعملي لي هلا مطفية الغاز أنا ما دخلته لسه عمو عن جد بعد مطفي كل هلا هلا بطلوا الميات مع النشا هيك ما كنت طالب مي كثير ها مشان ما يضيعوا خذي هي يعني ضلينا عم نحرك ومرور اجت كمان حركت شي 5 دقايق والغاز مطفي والغاز مطفي انا تعرف حكم كنت طباخين اصليين مثل الحاج محمد برجع بقول هي التركات مشان البنوتات الصغار خلي يتبوا يتسلوا يضحكوا ينبسطوا نفل عيني ايه ما تعمل هلا بدنا ننطر ليغلي ما هيك تمام تمام وبعدها يلا ما نحشي الكوسه بقى يلا لا اقعد انا احشي الكوسه يلا سمي بسم الله وانا عم دير اللبنه عم يلا هجيب سهيه واقعد على الطاوله هون قدامك واحشيه يلا يلا الرحمن الرحيم يلا يلا بدك تحشي الكوسات انت؟ اي انا طيب انا وياك بنلعب بالسبق شر شر يا بتفوتوا قبل يا بتخلصي حشي كوسات وين الكوسات؟ ليلى عطيه بدك تحشيهم انت؟ انا بحشيهم الله لا يعلق بلسانك لا ما انا بتضايق اذا طلعت وحده شوي زايده ايه بدك تجي تستلم لي يا ليلى اذا طلعت وحده شوي ناقصه يا ليلى ليكي هيك وسير ليكي عارفه حشيتيها انا بعرف ليلى ست بيت وست مطبخ اصليه لا انت عم تدخلي بين البصله وقشرتها بصله وقشرتها نحن هلا نحن بين البصله وش دخلي انت يا عم اللون اذا طلعت هلا كوسيه هلا قدام العالم طيب تفضلي بني لي ايدك روقي اذا طلعت هلا كوسيه ايه منا محشيه منيحه هلا قدام العالم ما بتحكي شيء ماما ما بنحكي لا ماما ما بتحكي شيء لا بحكي شيء لا لانه كاميرا وقف كاميرا طيب تعال لي ايدك يا عم بنشر عصنوبر بيروت احسن ما تقول يا الدجاج الكيس اضربي يا بكتيريا انا ما بحط ايدي ما بحب اسمع حكي لي ايدك ما كان انت كنتي فاتحه انا بطل ايدي انا ما بحب اسمع حكي لا كمان كنتي فاتحه بيت كان اكلك كان اكلك ما في اطيب مزبوط ماما لهلا كنت احشيهم كيف ما يطلعوا حبهم هلا احشيهم انا بحبهم بايديك انت ولا لا كيف ما كان يلا عادي انا خفت يلا يلا عادي ساعدي مرقه بطلت ما لي علاقه يلا الله يعطيك العافية حسب فينك يا ليلى ها يلا مرت عمي نعم انت بس نيشني لي على اول وحده بس قولي لي اذا مزبوطة وانا على هالاساس بشتغل الباقي عمو حبيبتي انت امرك ها بسم الله يا عيني عليك تمام عن جد اذا كلهم هيك تمام وما بفتح تمي ولا بكلمه ما اعطيتيني مجال عمو حبيبتي فرجيهم يا مرت عمي انا ما بخد الكوسايه انا ما بخد دليلوشه بس على الخيله بحشي نصها على الخيره على الخيره ايه بس ما في ناس هي وقاعده بترقع ايه ما لا ريحتها كانك عم تحشي نصران العجل كيف تحشي المصارين شوي 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 صحيح وهيدي هيك وشغله ثانيه في ناس هن وعم يحشوها شو بيعملوا؟ بيحطوا اصبعتهم الصغير وبيرصوها رص هذا غلط هذا كمان غلط بيرص رز بتطلع مرزرز كثير هيك بتطلع 100% مثلا مبين طيب ماما هي اي اطيب بتطلع فيها كثير ويطلع انه فيها لا على القد ماما يطلع على القد قطيه اذا فيها كثير بيستوي الرز بقلبها انا بتعرفي بيطلع معقول حشي اذا انا عم باكلها بالصحن ولقيت انه صعب اقطعها بالقصه هي عم تحكي على القشره من برا انت ماما لا ماما صعب تقطعيها القشره والجلده ولا الرز هي عم بقطع هيك عم شد ايه هذا بتروح عيشينا كثير بكره لا هلا بتاكلي بتدعي لليلى يلا الله يعطيكم العافيه تعال استنى لليلى احشي مع ليلى يلا الله يعطيكم العافيه شكرا شكرا امرهم شكرا
متعمي؟ ما شاء الله الله يبارك. بسم الله. دي مع صغارهم؟ ما اكلوا رز كثير يا ليلى لانه صغار. اي والله. هلا بقول لكم قد ايه ضل رز، بس للامانه متعمي وقفت وساعدتني فيهم، يعني ما عملتهم لحالي. لا كنت لحالك انت خلصتي؟ كنت ما خلصت. لا 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 ما شاء الله. ليلى بقول لك شيء، هلا بتسال منيحه عم بتقول لك انه هي حشيتها، الكوسيه اللي منها منيحه لك ليكي يا ليلى. الله شايفك هيك بيحشوا؟ الله شايفك انت وليلى، انت وليلى عرفتك ما حرم عليك. انا ماني امك. ما حرم عليكم. انا ماني امك انا؟ ماني امك انا؟ ما امك انت امها هي. فليكو حبايب قلبي اللبن ضل كثير لانه الرور فيه نحن وعم نحشي ما تركناه لو حطينا له نشا ما بتسكو. فهلا شو بنعمل مرت عمي؟ اول غزع مني معروف يا صنطي هيك انضف من ايدي. لانه انا كنت لابسه كفوف. يلا صح. بسم الله الرحمن الرحيم. خزن العين. شوف الامور واضحه عليكم. يخزن العين يخزن العين شفتي؟ يعني ماما انت يا حجه مضيعة مستقبلك مع هالكلمة من الاول للاخر. قد ايه ضفتي كمية لبن؟ يعني انا تقديريا رطل لبن كليان ونص. أوكي. لبن بقى للخمسة كيلو كوسة يعني حطيت نص المي. بس انا ما شاء الله مع ليلى طلع اللبن 100% مضبوط. رجعنا زدنا مي، زدنا تقريبا كمان مجات. يعني المجموع المي اللي انضاف اربع مجات، يعني فينا نقول لتر ونص. عم حبيبتي نصه نصه نص اللبن مي يعني. نص اللبن مي. هلا بدي سقط الكوسه. سمي بسم الله بنزله هيك. بسم الله. ها الراس بيكون فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما احلى الكوسه هيك بس يكون صغير. اليوم في هوا كثير قوي، لولا هيك كان جعبالي نشعل الحطب برا. شفتي نعملهم على صوبية الحطب برا. ما اكلوا رز كثير هلا لانه صغيرين. اي صح. ليكوا قد ايه ضل رز لفرجيكم. هلا ما بيأثر هول الرزات، انا بنبسط لما بتضل حشوي كثير. اللي عندها لا بتنبسط، اللي عندها طفل صغير اللي عندها طفل بيبي بالبيت تحت السني او شو بتعمل فيهم؟ بتحطهم بمقلي او بفنجرة بتغمرهم مي وبتطمس الغاز تحت وبتنشفها كانها عم تطبخ. فيها تحط مكعب مرق دجاج اذا بدك. ايه اذا بدك. اما اذا طفل صغير هي هيك اطيب. هي بطي اطيب مي وملح شوية ملح يظبط الملح وتطبخي. غير عن هيك انا هلا بحطهم بكيس وبحطهم بدرج الفريزر. بالضبط. فيني مثلا احشي فيهم باذنجان، بحشي فيهم سلق. لا سلق ما لازم يكون في سلق. اما حبيبتي ما معنا شيء اذا اضطرينا شو على بيحشوا فيهم بيحشونا شي ضمة سلق. هدول ضمة سلق. فمهمين هلا بنضبهم بنعرف عنا حشوة جاهزة. اما حبيبتي نحن ما عندنا شيء بينكب اذا بتريدي بعد. ما في بينكب ابدا. جيب كيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كيس ثلاجة ما شاء الله. شوفوا الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بتهزيهم هيك ما بتعمل؟ بسم الله. غيرتهم مكانهم. بسم الله الله يبارك. كلهم غرقوا يا شاطرة. كلهم غرقوا. هلا كلهم بيشربوا لبن بيسألوا بينزلوا بس يعبوا بس الواحد يعبي بطنه بيتقل بيقعد هن هيك بده يصير. هن هيك بده يصير فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما منوط الغاز ابدا. ابدا. لحتى اللي ايه عم يغلي شي 10 دقائق غليان سريع. أه. لانه بيفرض اللبن بعدين. صحيح. ولا منغطي. الله الله. ثلاث دقائق ايدي. عن جد؟ ايدك نار. ما في ابشع منها هالشغله. ياما وياما صايره معي. عن جد بتكون الصينيه هيك بلزق الطنجره. ايه بالغلط بتصير عم عفويه بتصير عفويه هيك. بنجي بالغلط بندقرها محل ما كانت قريبه على الطنجره. مع انه هلا حطيناها بس. شوفوا عن جد بتوجع. احترقتي شيء مثلا؟ لا لا الحمد لله. ما احنا بننفس الهواء منه على الاخر. ايه. رأيي بما ياخذ محل. ايه. رأيي مثل اللحام ما بيعمل عشان ما ياخذ محل بالفريزر. صح. وعدرج ليش انا حجيبي اعمل هيك؟ وعدرج الفريزر عن جد ليه عامل هيك؟ شو قصته؟ اه زبط. يلا لازم يكون بكامل اناقتنا نحن عم نطبخ. ما عم بحكي ترى ما تعرف عم تشوف قامت لا اله الا الله لازم يكون انيقين. كله عم يشوفونا. دخل عينهم هني من اهل البيت. اكيد. كيف ما نطلعنا عادي يعني انا كاني مع اهلي بالمطبخ. اكيد لكن مين اخيكم كلهم بحبونا والحمد لله نحن بنحبهم. ما تعمل والله هولي غلي وغلي على الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا قوم شوفوا يا شاطره. بسم الله بس ما شاء الله.
هلا على فكرة بدي لكم شغلة حبايب قلبي، ما تعملوا مطفلكم هيك أبيض؟ أبداً. الله أكبر. شفتي لما عم يغلي وأخذ رياحته؟ إيه. كانت فرط اللبن. ها ها. لكن ما بتنور الغاز هلا أبداً. لازم تكون الطبخة. مش ضل يقلب صح. أنا نقيت على قدو، قلت هذه 5 كيلو كوسة، 5 كيلو كوسة ما شاء الله. إيه شو بنعمل هلا؟ ما بنعمل شيء هلا. هلا بسم الله. بعطيكي معلقة تشوفي مصروف. لا ما بدي أجي ملعقة، بدي خضة خبة إيدي. بس خضة تقلي. عرفتي؟ بدي فرجيكم كيف تخضيهم؟ هيك بسم الله. تعي شوفوا. ليكي سخنة ليلى. هي هيك بتعطيكي نزلات. مع إنه فيها جلبتين لا أو نزلات. بيسخنوا. يعني شايفين هون السيليكون اللي بيكونوا هون بيسخنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عملك ما تعمل. بسم الله. بسم الله. هلا اللي تحت بينزل واللي فوق بيقل. مثلا تحت بيطلع واللي فوق بينزل. بهي الحركة؟ ايه بهالحركة. إذا بدي أحط ملعقة بدي أفزر لي كوسية، وإذا فزرت كوسية رحت عليها. لو كانت سيليكون؟ لو كان. هلا سيليكون لا، منع خشب بفضلها. خلص شفتي يا شاطرة؟ هلا فيك تغطي نص غطا يا ليلوشي. طيب. منع خشب إذا بتريدي. معلقة خشب هي بيبي. ايه. هي ما بدي اياها. أما حبيبتي لا هديك لا. هي لا. لا هيدي ايه هي شفتي هلا بسم الله. هلا لو حضرتنا هيك ما تخوفوا. تعالوا حبي فرجيكم قوام اللبن، انا ما رد عمي فرجيهم اللبن كيف يخز العين يخز العين يخز العين. ما شاء الله كانه حليب. ما شاء الله. منه مقرش ابدا. تبارك الرحمن. الله يبارك. غطيها لين نص غطا. هلا قد ايه لهم على النار مشان يكون صار لهم ربع ساعة واكثر من ربع ساعة. صح. هلا شو بعمل انا؟ بسم الله. نص غطا. نص غطا. او ثلاث ارباع الغطا. اذا لقيته قوي كثير بنور تحته بقى. ما بقى يهمني هلا لايكي. وقد ايه بضلوا على النار؟ انا رايي وين هذا تبعيته هيك؟ هيك. رح ننوصه بسم الله احسن ما يفور لبن عن فرن. لحتى الكل يعرف بنوتات الصغار يعني ولا الباقيين هن اشطر مننا اصلا حبيب قلبي. بتجيبي صحن بتحطي فيها كوسيه بعد شي نص ساعه تقريبا او 20 دقيقه 25 دقيقه نص ساعه. عمو عمو حبيبتي بلا مقطع من حديثي الكوسه البندوره انا معيرته على الغاز ساعه على البكله. ساعه على البكله يعني ما يفوضوا فيها ابدا. يعني هلا له ربع ساعه الكوسه اللبن اكثر. ليه؟ لان اللبن بكز الكوسه. لا انتبهي صحيح. والخصائص الحلوه فيه هذا اذا استوى خليت الطنجره على الغاز لا على بكره ما بيهمه شيء كوسه بقلبها. اذا ضل بقلب اللبن ما بيهمه ما بيفتح ولا بيفلش. صح. بس حط خلي البندوره خمس دقائق بفلش ما بقيت تشيلي والله بفلش مشان هيك. ايوه مشان انا ماني متعوده. صح. اللبن بكز سبحان الله يا ليلى. بشد. ايه بكز يعني بشد. بكز يعني بشد. صح. عمو حبيبتي انت هلا بصبر نص ساعه وبجيب وحده معصب الصحن. شوف انا بتعملوا تيست بالصحن بتشوفوا استويت ما استويت. هلا المهم هي الكوسيه تستوي اكيد لانه الرز يعني 20 دقيقه بيكون الرز استوى. بعدين الرز الصلحني ما شاء الله ما حيكرتي بس اصل الجلد البرونيه. مزبوط. انا رايي خلي. وامتى بنحط الثوم والنعناع؟ قريبه بده يستوي بالاخر. ايه بالاخر بنقشر رز ثوم ورشه ملعقه نعناع يابس بندقر تنقط. في ناس بتقلي الثوم والنعناع. صح. في ناس بتقلي بتحطوا انا بحطه نهي هذا بيرجع للذوق وبيجي صحي اكثر كمان بيرجع للذوق. هلا في ناس بتقول لي يا حجي حطيت ثوم قال ثاني يوم لونه ازرق إلى غير بكون الثوم هون بموسم. عرفتي ليلى؟ هذا هلا الثوم موسمه ما بيهمه هلا ما شاء الله. عرفتي كيف؟ ليكي غزا العين خي ما شاء الله شكله مشهد. يلا عن جد في شغله يلا كيف بدك تعمل حبيبتي؟ يعني الملوخيات قبل ما تعمل؟ نعم. وفرم التومة؟ ايه فرم عمو حبيبتي هدول اربع خمس روس كتار. هول كتار؟ بس فرمي الناعمي لك يلا. الباقي بينضرب بالفريزر. صح. يعني حتى اجيب له الملح. صح يلا. ايه ده ملح؟ تخيلي انت وهالعلبة الملح. والله ما حبيت ابي ما حبتني. سبحان الله. انا عم احملها وعد من ايدي. هربت قبل انزل لكم الكاميرا شوي حبايب قلبي. ليه ما حبيتك اولك؟ ما حبيتك كيف وعد من ايدي؟ انا معايره بايدي التكنيكي. انت بتحطي بهي العلبه اللي مفتوحه من فوق؟ ايه بس 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 عمو حبيبتي بس. ايه والله احلى شيء قد ايه عندي هول الفرامات اللي على الكهرباء قد ايه بحبهم بحس هي للثوم احلى شيء. بدي احسن منها. لا في شو بدك من البيت هذا؟ لكم عندهم لكن حبيناها على الاخر.
والهي كمية كان بدي أعمل كهرباء. إيه والله. كنت فاهمة بس يلا معلش يلا. بحط زيت ولا غير زيت؟ لا 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 ما بتحطيش بغير. هوجي شيلي شرابك أنت وخلي نبيلة. منيح؟ تمام منيح سلام بيك. ما أنا عم منها؟ لا لا أنت إذا بدك بنعمل. هلا بس بتستعملي تاني مرة أكيد ما حتستعملي لحوله. إيه. حطي معه شيء بدينا عم كثير شوي. رح نحطه ناي؟ ناي. والنعناع وينه لجيب النعناع؟ نعناع يلبس يلا اعملي معه. رواق قالت لازم ندقهم بالمدقة قطع برد. أنا عندي عصارية ألمينيو صغيرة يا الله شو بحبها. في عندي وحدة تشبهها بتدق فيها كل شيء. في عندي وحدة تشبهها لك أنا عندي هي واسعة وكثير بدي أحكي فيها. ما أحلى هيدي هيدي بالتراث القديم التراث اللبناني العريق هيدي بتنحط بالمتحف الأثري بالمتحف الأثري عن جد. قد إيه بحطهم لل قد إيه بتمنع عم حبوني معي أثر قولي لي ها ضلي شوي لأني بسم الله الرحمن الرحيم بس 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 نعم يلا ممتازين يلا خلي الباقيين عشان للتلاجة. انا للثلاجه بحط لهم زيت زيتون وبعدين بحطهم بالقطرميز وبحطهم بالفريزر. برافو عليك يا اكسليني برافو عليك يا اكسليني تمام ان شاء الله. قد ايه بنحط نعناع؟ حطي نعناع حطي لك ملعقه كبيره طبخ هلا اذا بقول لها امرر قد ايه بحطي امرر نعناع؟ مرت عمي حتشلفني من الشباك بروح بقعد جوا انا وجيبي امرر لعندي جيبي امرر صح ما بزعل حطي بس بس يعني تقريبا للطعام من الجبل للخمسة كيلو كوسة حطت مرت عمي ثلاث روس توم ثلاث روس صح بالبقلة صح بالبقلة وملعقة طعام جبل معنا صح ودقية يا عم حبيت تحطي ملح بقى تنسي لا خلص ملحنا التوم ملحنا هون بتعرفي ليلى هيدي الدقة أنا بحبها كثير بتنقلها لعالم آخر عن جد هيدي صح والتبلة تبعت الكبة النية مع الحبق والبصل والباذنجان المشوي ما في ناس بيحطوا بالمكنه انا بحبه دق انا بحبه دق صح الحمص بطحينه لا بالمكنه دقي لي احذري ليه لانه الحمص اذا ما كان القوام تاعه على الاخر بس بشرفك دقيهم بجودوق الطعم يمكن انا اتقبلها بس عائلتي ما بتتقبلها خاصه مع جوزي شو بيختلف صح ما هيك بتعرفي مع حق لما طلعت هالالات اليدويه النسوان متعود على الرياحه هلا بتحسي كل اللي عم بدق ايدك ثقيله علي ايدي اي رياحه بدك ترر والله مع انه عندنا كل الاجهزه الحمد لله لا والله بتحسوا ما في رياحه مركب مركب طعمك تفرق اكيد طعمك يفرق صح كيف بدق طيب لما طلعت هالجلية لما ما ما بقى شلت ما عاد صحن عن مجلس ابدا عن جد ما في ولا صحن بالمجلس يا عم ايوه خلينا نجوا بعض سلام بعضهم هلا قد ايه بنضل ندقها هيك اذا الله راد باذن الله لامتى لا تعشق بعضها تعالي لولو لا تعشق بعضها يعني هيك ما بتكون عشقت بعضها؟ لا بعض لحتى تصير كتله وحده يا عيني عليك يلا عم بلشوا هدول يطيروا فرقع يا بشر اذا الله راد عم يطيروا وعم يطيروا لبن يلا نوصي يلا لكن مودو شو كان اخذ لي كم مرة بقول له يا ماما ليش القلي ملاقط بسم الله الرحمن الرحيم حولي ملاقط للمطبخ بسم الله نوصي نوصي بنوص النار على الاخر نوصنا النار على الاخر كونوا شايفينك هيك مرت عمي يلا ها يلا حطي سمي بسم الله صحي البقى باللبن يا ساطرة الله ما منروح شيء برافو عليكي كله بيتاكل كله عم فيها كثير بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كيف امي الله يرحم امواتك ويرحمها الله يرحم كل الاموات يغسلوا وعد ايمين يا ربي يغسلوا الوعد في توم او في بصله او في سمنه مشان ما يكبوا شيء برا مشان ما يكبوا شيء مشان ما كله ابدا هيك بيقولوا يمكن البركه فيهم اي والله هيك كانوا يقولوا ف عن جد هلا يا شاطر بتجيبي هلا طلعت الريحه اكيد هلا بتجيبي ملعقه يا شاطر بتدوقي هاي اللبن بعد قبل مثل عيوني لانه ها اكره عليك تدوقي بعرفي بعرفي هي بس توصلني لهالمرحله بالفيديو يعني يا ريت ما قلت لي بس توصلني لهالمرحله هيك بجنبي وعينك فيا قلت خلص عم بجعني قلبي عليك انا كمان ابوي يا ريت يعملوا هيك بارفان كزبرة وتوم نعناع وتوم يا الله يا الله يا الله عن جد بارفان يا عمرو عم تقول لي بارفان ناخذ صحن زيت صبي لي مرت عمي لحتى ذوق عمو حبيبتي ماني قلت لك انا صبي قلت لك جي ملعقه وذوقي جبل شوفوا اذا مستوي الكوسه صحوا
هسا مدور كثير حبيبتي انت. بنشوف عمرك بس. عمرك ها تعي لهون ها عمرك ها تفضلي شوية لبن صحت ومشارت شوية لبن ايه ايه عمرك ها قربي 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 هي اللي عندك ما بتشوف هذا هو ها ما عندي اختي جنبي وجعتي لي قلبي ليكو هذا لنشوفه اذا مستوي ليكو شوفي اذا بده ملح لا بس ما استوى اكيد فيها عضة ها ها شفتي بس ليكو ليكو قلبه من جوا الله غرام شفتي هالمنظر ايه الغرام ده يعني ليكو انا لما بحط المعلقه ما دغري بتروح نيفه لا فيها فيها يعني اسير يعني انا بقول يا بدي ربع ساعه ولا 10 دقائق بتقولي انت انا بقول 5 دقائق بيكونوا مستوي تمام يلا لانه العضه منا كثير قويه طيب. يا دوقي لي منها يا شاطره يعني انا اللي بتوب انا اللي بتوب عينك منك بطنك منو منك الله العظيم طيب من الغلو للكلوه الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرحمنا بدهم شويه من الالف خير الساهل الدنيا بقى والله ما قلتنا الا شبعانين الله يرحمنا بده ملح شوي ايه بس الطعم خيال خيال حوج عمي ده حبيبتي بسم الله الرحمن الرحيم ها يلا هلا ابدو لا شوف اذا بنحطهم صابون لا حوجة ما في دواء مرت عمي انا بقول هلا استوى استوى عمها ايه والله هلا جيبها نسكبها يلا رح اسكب بنفس الصحن لمودو افندي لانه حرام كثير جاع بيلو اسكبي له اسكبي له مع شوية لبن بشاحوا القلب شكلهم بشهي تفضلوا معنا يا جماعة فهون حبيب قلبي أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم بتمنى من كل قلبي تجربوا على طريقتنا الكوسة بلبن وتكتبوا لنا بالكومنتات وأنا متأكدة التركات اللي ذكرتها خلال الفيديو هو رح يكون سبب نجاح لهي الوصفة إيه بس هلا بدي نقول الحجة كل شيء حكيته معها أكيد على اللبن وعلى الكوسة وعلى أكيد وعلى النعنع وعلى كل شيء أكيد بتعرفي ليلى ليك هلا باللبن لو كان بندوره فينا نحرك هيك ما في لا بس لانه باللبن سبحان الله ايه بيكمشوا ليك حركي وانت مغمضه عينيكي صنع لنا ريحه لك عايشوا لي هالديات كم عينك وعين مشاهدينك يا عمري باي.